مدينة سطيف مرتبطة بهذه الذكرى التاريخية. نعم. 8 ماي 45. أكيد. يعني ما هي المناسبة هذه واش تمثل بالنسبة لكم في سطيف؟ أنا بالنسبة لي وخاصة أنا ابن شهيد، أنا بالنسبة لي والأب نتاعي كان شارك في المسيرة هذه رحمة الله عليه، واستشهد في أوت 58 وشارك في هذه المسيرة تاع 845 اللي انطلقت من واحد المسجد راه هنا مش بعيد بزاف، صح، إلى مسجد لانقار آنذاك. واش تمثل هذا الذكرى؟ ذكرى كبيرة بالنسبة لنا احنا، يعني كانت البداية تاع تفجير الثورة. كانت بداية، لأن يعني من بين الأسباب تاعها حسب معلوماتي لما كانوا الفرنسيين يحتفلوا بالانتصار الحلفاء على النازية، هنا الجزائريين خرجوا في مسيرة سلمية يطالبوا هما كذلك بحقوقهم، لأن يقال أنت أعلم مني في قضية التاريخ، لكن حسب معلوماتي يقال أن فرنسا قد وعدتهم بالاستقلال. لا، هذا بعد مؤكد تاريخي. أيوة، مؤكد تاريخي، هذا الشيء اللي نعرفه. وعدتهم راحوا عاونونا وراحوا فعلا الجزائريين بزاف، ومنهم قلت لك الاب نتاعي وكان رحمه الله عليه تبليسة في مونتي تاع الايطالي مونتي كاسينو. هذا يعني الوالد نتاعك الشهيد شارك في الحرب العالميه. نعم، دخلت ساعة. كانت سطيف يعني هي البداية تاع الثورة التحريرية من خلال هذا المظاهرات. نعم. في 54 انطلقت الثورة، وبعدها تعقد مؤتمر اسمه مؤتمر الصومام. الصومام تسمع به مؤتمر. نعم، أكيد. سي عبد الكريم، أنت الآن مع برنامج خاتم سليمان اللي كنت تتمنى باش تشارك فيه. راك في خاتم سليمان. نتمنى إن شاء الله. في مؤتمر الصومام سي عبد الكريم، المرأة الوحيدة المجاهدة الوحيدة اللي شاركت في مؤتمر الصومام شكون هي؟ وتاخذ معنا خاتم سليمان. المرأة الوحيدة اللي شاركت في خاتم في لا ماشي في خاتم سليمان، في خاتم سليمان النساء كامل هما هم يشاركوا. راني نشوف، راني نتبع في الحصة. على كل حال هذه راهي مجاهدة بعد لما نسمع صيفية، يعني راهي ملكة قايد. شهيدة ملكة قايد. لا، مش تعرف على ملكة قايد؟ نعرف عليها انها من منطقة قنزات، ونعرف عليها انها هي كانت ممرضة على كل حال، ونعرف لها أنها شاركت يعني في الثورة التحريرية جنب إلى جنب مع إخوانها الرجال. ومبروك عليك خاتم سليمان. شكرا. شكرا سيدي. خاتم من يد سليمان ونغمة جيتار داوود، خاتم من يد سليمان ونغمة جيتار داوود، ولو شابوا لملوك لشان سلاسل وشواهر وعقود. سي عبد الكريم، الآن ذكروا المشاهدين بالسؤال، سؤال حلقة اليوم من البرنامج، من هي المجاهدة الوحيدة، المرأة الوحيدة اللي شاركت في مؤتمر الصومام؟ هي كما قلنا الشهيدة رحمة الله عليها ملكة قايد، اللي استشهدت في 20 جوان 1958، كانت طبيبة وكانت ممرضة، استشهدت في مشدالة ولاية البويرة لما كانت تعالج في المجاهدين. ملكة قايد طبعا من ضواحي سطيف، من قنزات بني على تحديدا. فقلنا أن سطيف يعني كانت من خلال 845 المحرك واللي كانت ممهد لانطلاق الثورة، ومؤتمر الصومام شاركت فيه أيضا امرأة طائفية المجاهدة ملكة قائد.